بهذه المناسبة أحيي جميع المشاركين على الروح المثالية والسلوك الأخلاقي الرفيع الذي تحلو به خلال الذي تحلوا به خلال هذه المنافسة الشريفة، وأهن كل الفائزين بالمراتب الأولى داعين إيام إلى المزيد من العمل المتواصل للوصول إلى أعلى مستويات. وفي نفس الوقت أحث بقية المتنافسين إلى بذل جهود إضافية وجدية لتحقيق نتائج ملموسة في المنافسات القادمة. تحصلت المرتبة الأولى وكنا نحضروا من قبل، ودينا إن شاء الله الأولى، المرتبة الأولى إن شاء الله، وتحصلنا على المرتبة الثانية، وهذه هي إن شاء الله كل العام يعني رانا نزيدوا، العام هذا الثانية، العام الجاي إن شاء الله المرتبة الأولى. واليوم النهار الجولة هذه الرياضية كانت شوية صعيبة، والحمد لله يا ربي مع التحضيرات وكذا منا تحصلنا المرتبة الثالثة، وإن شاء الله من القدام نتقدم إن شاء الله.